السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفة مطبخنا سارة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير غراتان. غراتان هذا يجي بالبطاطا والدجاج والبيشاميل، بنينة بزاف، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. الآن مروا مقادير هذه الوصفة. نحتاج بطاطا هنايا راني مقطعتها دوائر صغيرة كما كنتم تشوفوا وقليتها. هنا تحتاجوا يعني مقدار 5 حبات صغار. دجاج هنايا راه عندي خضر وانا مقطعاته ثاني طروفة صغار كما هاك كما راكم تشوفوا. فوالا لاصوص بيشاميل اللي كنا سبق وحضرناها مع بعض لتحضير وصفة صلصة البيشاميل، يعني طروحوا للرابط اللي راني كاتباته في الديسكريبسيون او ديسكريبشن تحت الفيديو. هنا عندي فلفلة حمراء مقطعة، فخوماج غافي، حبة ثوم كبيرة مقطعة، بصل ثاني حبة متوسطة مرابية، فلفلة خضراء هنا اللي مقطعتها طروفة صغار أيضا، طماطم مصبرة مغرف كبيرة، ولي زيبيس نحتاج فلفلة حمراء، الحرور. إذا أول شيء نديرو البصل في المقلاة، الثوم، خلوهم يتقلاو شوية مع بعض هكا، ونفرغوا الدجاج. نضيفولها الفلفلة الخضراء، ونزيدو الفلفلة الحمراء. هنا الفلفلة الحمراء يعني كنت مجمدتها عندي في الثلاجة، ونخلطو كلشي مع بعض. نضيفو لي زيبيس تاوعنا، الفلفلة الحمراء هنا، الحرور والملح، ونخلطو كلشي مع بعض. خلاوهم يتقلو مليح باش يطيب لنا الدجاج هو والفلفلة. هكذا ونضيفو الطماطم المصبرة ونخلطو كلشي مع بعض. هكذا ونخلوهم يتقلاو. اذا بلا ما يطيبلنا الدجاج في المقلة، راني دهنت هنايا الصينية تاعي بالزيت، ونفرغوا البطاطا تاعنا هي الاولى في الصينية. ونفرشوها كاع من تحت
هكذا. ونفرغوا الخليط تاعنا تاع الدجاج فوق البطاطا. ريحه الخليط يعني واش نقول لكم، روعه. هكذا نفرشوها كاع من فوق. ونفرشوه مليح كاع فوق البطاطا. وصفة روعة تاع غراتان، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والان نفرغوا البيشاميل تاعنا من الفوق. نفرشوها هكا كامل فوق الخليط هكا. بعدها واخر شيء نفرغوا فرماج غابي تاعنا. ونكونوا طبعا شعلنا على الفرن 180 درجة ونخلوها تطيب تقريبا يعني نصف ساعة على حسب ما طابت لنا يعني من فوق ومن تحت. كنشوفوها احمرت مليح، عطات اللون يعني الدوغي. خلاص نخرجوها فوالا. راح ندخلها للفرن ومن بعد نوريها لكم واش هذا هو غراتان تاعنا. راهو جد غراتان بطاطا والبيشاميل والدجاج. ان شاء الله تجربوها يعني وتستمتعوا بها، لانها حقيقه وصفه روعه وبنينه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي راكم فيها. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.